مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم من بيت عائله الاسير المحرر عبد الكريم ابو معمر. سراحه اطلق بالامس بعد 10 اعوام من السجن في السجون الاسرائيليه. سنتعرف اليه والى قصته وسنتحدث معه ومع ذويه. بدايه عبد الكريم، حمدا لله على سلامتك، وانا اراك بالزي العسكري في اليوم الاول للحريه لك في غزه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. يقول الله تعالى: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. الحمد لله رب العالمين الذي من علي بالفرج والحرية، وأسأل الله العلي العظيم أن تكون هذه السنوات العشر في ميزان حسناتي جهادا ورباطا في سبيله، وأن يتقبل مني هذه السنوات. وأسأل الله العلي العظيم أن يمن على إخواني الأسرى بالفرج القريب، أن يعيشوا هذه اللحظات التي صراحة لا توصف، لحظات يا رب حرية. إن شاء الله. طيب، أنا بدي أسألك بداية، القبض عليك أو أسرك من عام 2006، احكي لنا قصته باختصار. قصة الأسر: اعتقلوني في العشر الأواخر من رمضان، كنا نريد أن نحيي ليلة القدر في مسجد البلدة. تم اعتقالي من البيت في العشر الأواخر في 2006، 18/10/2006، وتم سحبي إلى تحقيق كرم أبو سالم ثم إلى عسقلان، وتم التحقيق معي بقسوة والحكم علي 10 سنوات. ما هي التهمة التي حكمت بها 10 أعوام؟ التهمة: الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات المقاومة. طيب، 10 أعوام من 19 عاما إلى العام 29، فترة الشباب التي كان يفترض أن تكون فيها حرا طليقا عشتها في السجون، بالإضافة إلى أن هناك ربما بكل تأكيد ألم وإهمال طبي وجدران 4 أنت بينها، كان لها فترات أو يعني ربما مزايا منحة بالإضافة إلى المحنة. صحيح، هناك صحيح السجن صراحة منحة ومحنة. منحة أن الله سبحانه وتعالى من علينا بالصحة والعافية، ثم تم استثمار الوقت جيدا في داخل السجون. الحمد لله رب العالمين، ربنا أكرم علي بدبلوم تأهيل دعاء، ثم حصلت على بكالوريوس تاريخ، الحمد لله رب العالمين، ثم الثقافة العامة خلال تم حفظ القرآن، ثم يعني الحمد لله رب العالمين، يعني إن شاء الله ربنا بيثبتنا عليه إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. لكن عموما هذه ال10 أعوام، إن كان بإمكانك أن تصفها بما تصفها. صراحة قد ما نستطيع أن نوصف السجن لا يستطيع وصف السجن. السجن قطعة من عذاب، قطعة من عذاب القبر، قطعة من عذاب جهنم كما تسميها. السجن مقبرة للأحياء صراحة. عندما نقول مقبرة أحياء، الأسير يعني غائب غياب شامل عن كل معطيات الأمور في الخارج، لا يشارك حروب حدثت في ال10 سنوات، 3 حروب، تم استشهاد ما يقارب 20 من أقاربي في هذه ال3 حروب، لم نودعهم، تم هدم بيتي وهدم بل هدم جميع الحارة جميعها. اليوم ذهبت وأخذت جولة على الحارة، صراحة لم أرى مكان. انصدمت يمكن. صراحة صدمة لا توصف، صدمة لا توصف. يعني بقدر ما أستطيع أن أوصف هذه الصدمة، كل شيء متغير، كل شيء، لا يوجد بيت، لا يوجد شجر، لا يوجد، دمار شامل صراحة. طيب، أشكرك عبد الكريم، وأنتقل الآن إلى الوالد لأسأله عن الأعوام ال10 التي يقول عبد الكريم أنها كانت خلف السجون أعوام من العذاب والقهر. في المقابل بالنسبة لأهل الأسير الذين يفقدون ابنهم، كيف كانت الأعوام ال10؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لو قربت المايك إذا ممكن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في اليوم 18/10/2006، وإذ كنا نريد أن نحيي ليلة القدر
وإيد بالقوات الخاصة في منطقة سوفة كرم أبو معمر الشوكة، وإذا بالقوات الخاصة تحاصر المنزل وتحاصر وتحاصر البيت، وكنت نائما، وكنت لا أعرف، كنت لا أعرف أن ابني عبد الكريم موجود في البيت، لأنه كان موجود عند بيت أبناء عمه في ميراج، ولم أستطع، يعني استغربت الموضوع أنه الوحدات الخاصة مطوق البيت، وإذ بالجنود الإسرائيليين والضباط يندهون بالاسم ويقول لي أخرج من البيت وإلا في 5 دقائق سوف ندمر البيت على رأسك ورأس عائلتك، وكنت شديد القوة وتحدثت معهم بقوة وبكل رجولة، وقلت لهم لا تستطيعوا أن تهدموا بيتي فوق رأسي، ولا تستطيعوا أن تدخلوا بيتي ولو على جسدي، وإذا هم يقومون بضرب 4 قنابل صوتية على الباب المنزل، وخرجت إليهم، وإذا بالضابط يأخذني ويذهب بي إلى البيت ويريد أن يفتش، وفتش البيت ولم يجد أي شيء، وفي الآخر اتصل إلى، هو لا يعرف أنني أعرف اللغة العبرية، وأنا أقول أنني أعرف اللغة العبرية وأجيدها أكثر من الضابط الإسرائيلي، وكان يتحدث للمخابرات الإسرائيلية ويقول موجود هو وابنه، أتريدين أن أحضره هو وابنه؟ والله أجي والله أحضر ابنه لوحده، وإذ ضابط المخابرات يقول له باللغة العبرية أحضره هو وابنه، وكان يوجد 2 من أبناء عمي موجودين في الجامع وقاموا بأخذنا، حتى إن الحذاء ترج يعني تلطفت من الضابط وكان اسمه عربي خالد، قلت له يا أستاذ خالد أنت ضابط وعربي نريد أن يأخذ حذاءه، قال والله ما يأخذ الحذاء، يذهب حافيا إلى كرم أبو سالم، قلت طب شوك في شوك في الطريق وفي أي حاجة؟ قال لا خليه يمشي على الشوك، وأخذنا وذهبنا وأخذونا إلى كرم أبو سالم، وبعد صلاة العصر اليوم الثاني بعد التحقيقات معه كان يعذبونه، وكنت أسمع في هذه اللحظات أسمع صوته وهم يضربونه وهو يبكي، ولكن كنا معصبين الأعين والأيدي، وفي هذه اللحظات كانت لحظات، ولكن الحمد لله ربي سبحانه وتعالى كان يلهمني بالصبر، وكنت متشجعا ولا أخافهم لأنني عشت، لأنهم هم أغبياء، أنا أقول لهم في الجزيرة مباشر إن إسرائيل وجنودها أغبياء أغبياء، هو كانوا يقولون يعني ويشدون ويضربون، ولكن كنت صامدا وأقول لهم لا تعملوا أي شيء، إننا في الآخر الحق سوف يرجع لأصحابه، الحق سوف يرجع لأصحابه، ورجع إليكم ابنكم أيضا، شكرا لك، وهو رجع إلينا ابننا، الحمد لله، والحمد لله، أشكرك جزيلا، وسأتحدث مع الحاجة أم حيدر التي يعني قرت أعينها أخيرا بعودة ابنها بعد 10 أعوام. أم حيدر، أنا قبل أن أسألك عن استقبالك لابنك واستقبالك لهذه البشارة، الأيام الأولى والأعوام الأولى التي بقي فيها مكان عبد الكريم فارغ وغرفته فارغة، يعني عبد الكريم صار مش في حياتكم، كيف كنت تعيشيهم؟ بسم الله الرحمن الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. عبد الكريم اعتقلوا في 18/10/2006، كان يعني زي ما حكى الوالد وزي ما حكى هو، كانوا متفقين انهم يحيوا ليلة القدر في الجامع القريب، كان الجامع قريب من البيت. ففي هذه اللحظة لسه كانوا بدهم يطلعوا للصلاة، واتفقوا الشباب كلهم الساعة 2:45 يعني يبدوا الصلاة، فقبل بربع ساعة كان الجيش الإسرائيلي مطوق البيت ومطوق المنطقة نهائيا كلها، وبدوا يعني ينادوا علينا اطلعوا بدنا نفتش وبدنا نعمل وطلعوا الاولاد معاكم، وصار القصه اللي كلمنا عنها ابو حيدر، اعتقلوا زوجك وابنك، انت كيف كنت في هذا الوقت؟ يعني قضى طلع قبل عيد رمضان بيوم، قضى اسبوع عندهم، فالاسبوع هذا يعني كان يوم اسود، كان يوم يعني مش قادر الواحد يوصفه من الحزن والالم
واستقبال الناس، يعني أجا عيد رمضان عيد الفطر يعني واستقبال الناس، فكان الواحد مش قادر يستوعب أي بني آدم أو أي بشر يجي عليه يوم العيد. فالحمد لله رب العالمين، يعني قضاهم 10 سنوات في سجون الاحتلال. كنا ندعو من الله الصبر والسلوان، وربنا يثبته دائما، أصلي وأدعي ربنا يثبته ويقويه في وجوه الأعداء يعني. والحمد لله ربنا استجاب، وإحنا يعني بالصلاة وبالدعاء ربنا أكرمنا بالدعاء وبالصلاة، فالحمد لله كان تخفيف عنه، وإن شاء الله في ميزان حسناته. الحمد لله يا ربي. أشكرك يا أم حيدر، وأعود إلى الأسير المحرر عبد الكريم أبو معمر. عبد الكريم، بعد الأعوام العشرة الثقيلة والطويلة التي عشتها، جاء موعد الحرية أخيرا، وخرجت من سجن نفحة إلى سجن إلى قطاع غزة، السجن الأكبر للأسف صار الحالي. يعني حدثني عن اللحظات الأولى، الأشياء التي أبهرتك في البداية، أشياء ربما كنا جميعنا معتادون عليها، مثل نسمة الهواء ربما التي لا نلاحظ أنها قد تكون شيء كجائزة بالنسبة لأسير محرر. صراحة أول ما أخذوني يوم الخميس من نفحة وضعوني في زنزانة في عسقلان 3 أيام لوحدي، ثم في عسقلان رحلوني مباشرة إلى معبر إيرز. عندما فكوا صراحة على معبر إيرز، أول ما نظرت إلى السماء وإلى النظر، يعني نحن في السجون لا ننظر بعيدا، مدى النظر عندنا قصير، يعني شفت الأفق كله. فجأة تنظر إلى مسافة بعيدة، صراحة لم أستطع، عيني مباشرة صار أني دمعن، وصرت أدمع لحالي، سجدت وبكيت لحالي قبل ما أسلم على أهلي ولا أشوفهم. الحمد لله رب العالمين يسرها معنا، وطلعنا ولقينا الأهل، وصراحة فرحة لا توصف يعني، وعزة، والحمد لله رب العالمين. يعني النظرة إلى السماء أبكتك، وكانت بالنسبة لك شيء مميز. 10 سنوات لم نرى السماء. هذا في أول شيء في معبر إيرز بيت حنون باتجاه قطاع غزة. صحيح. ولما وصلت القطاع ودخلت إلى الجانب الفلسطيني من المعبر، كانوا الأهل في انتظارك وأصدقائك وزملائك؟ كثير تغيروا، يعني الصغير كبر والكبير حرم، صراحة يعني شعور لا يوصف. يعني هناك كثير من الأقارب لم نعرفهم، هناك كثير من الأقارب كنت أتمنى أن يكونوا بيني اليوم ويودعوني واستقبلوني هذا الاستقبال، لكن الحمد لله رب العالمين، الله أختارهم شهداء وذهبوا إلى الله سبحانه وتعالى. وكان هناك اللحظة الأهم، احتضان الوالد والوالدة. الحمد لله رب العالمين، احتضنت أبي وأمي على مدى 10 سنوات لما أحتضنهم، فكان صراحة شعور غريب جدا، شعور يعني لا يوصف، فرحة يعني عندما أحضن والدي ووالدتي، صراحة يعني قد ما أتحدث صراحة لا يوصف شعور، عندما يعني حرية، يعني صراحة السجن عذاب السجن، قد ما نتحدث عن السجن يعني صراحة. ومن بوابة الجانب الفلسطيني من معبر بيت حنون إلى مدينتك خان يونس. غزة بالنسبة لك وفي نظرك؟ غزة تغيرت كثيرا تغيرت غزة، يعني الشوارع والبنيان، الناس، بنظر إلى غزة صراحة لم أعرفها، يعني كل شيء متغير في غزة. كيف تغيرت؟ في مناطق صراحة كانت دمار كلها من بسبب العدوان الإسرائيلي، وفي مناطق كانت صراحة فيها بناء، يعني الحمد لله رب العالمين. يعني المهم إنه التغير كان إيجابي أو سلبي في بعض المناطق حسب يعني العدوان الإسرائيلي مثل ما تفضلت. المنطقة التي مثلا ترعرعت فيها صراحة منطقة كانت كلها دمار وكلها يعني تجريف، لا شجر ولا حجر ولا بشر صراحة. يعني ربما عن اللحظات هذه وانت بتتكلم، الحج والحجة في ابتسامة ممزوجة بدمعة، سأتحدث مع أم حيدر، أنا أرى دمعة وابتسامة معا، ربما تستطيعي أن تصفي لنا لحظة اللقاء؟ الحمد لله رب العالمين، والله لحظة اللقاء هذه يعني مهما أعبر يعني
مهما أعبر وأحكي يعني ما بوصفهاش يعني. صح كانت فرحة يعني كبيرة كتير وفرحانين بقينا، بس الحمد لله رب العالمين يعني. طب أنا بدي إياكي تعيدي لنا، تعيدي لنا المشهد للي ما شافه. عبد الكريم جاي من البوابة الجانب الإسرائيلي من معبر إيرز، وأخيرا صار عندك يعني بعد هالفترة. والله بقينا بنستنى، قاعدين يعني بنستنى، بنقول يعني يمكن أجا يمكن ما أجاش، عشان بقى بده يكون عيد. فبنسأل بقينا هذول اللي بيشتغلوا بنسأل هم شفتوا أسير طلع من المعبر، ضلينا نستنى يعني. بقى الواحد أعصابه بقت متوترة وبستنى يعني، بس بده أي خبر حتى أنه يعني يفرح هذا يطمن. فالحمد لله رب العالمين يعني أجوا هذول اللي بيشتغلوا العمال اللي هو بيقول لا في أسير نزل، قلنا لهم طب وانتم ماخذين النقلة هذه كمان، جيبوا لنا أوصافه. فالحمد لله ما جابوا لنا أوصافه يعني، اطمننا شوي وقلنا خلاص أكيد إلا هو. والله ما فيش 10 دقائق إلا هو الحمد لله مركبين على توك توك هيك وجاب يعني. لما شفناه يعني هي كانت الفرحة يعني مش قادر أوصفها لك يعني، لكن الحمد لله رب العالمين الفرحة ما كملت. فرحة ضلوا الشباب يعني أصحابه وإخوانه، بقينا لما نروح على الزيارة نشوف الشباب دائما يتصلوا دعوا لنا ما تنسوناش. لقيت بروع عبد الكريم تنسونا من الدعاء، بقولهم الله كل صلاة. أبو حيدر أنت كنت تزوري خلال الأعوام العشرة، وأبو حيدر كان يزور كمان. طيب لكن أنا حابة أسمع منه عن لحظة عودة ابنه له بعد أعوام عشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. والله بالنسبة يعني لعبد الكريم، كنا في الزيارة، الزيارة ما أنتم بتعرفوها، العدو الإسرائيلي فيش شباك، فيش أي في الشباك، في اي حاجه. الانسان يعني في يعني هو معروف انه اللي الحديث بيكون زي اتصال هاتفي وبينكم حاجز زجاجي وبيننا وبين بعض زجاج. لا نستطيع ان بدون السماعات لا نستطيع ان والاتصال غير واضح كمان ولكن حينما جاء يعني وصل الخبر بالإفراج، وإحنا كنا بننتظر الإفراج، تهيأنا نفسيا ومن جميع النواحي. ويعني أنا يوم في الزيارة سألت أحد الضباط على أساس أنه كان في يوم عيد، يوم الاثنين عيد أعياد اليهودية، أعياد اللي تدخل الأعياد الإسرائيلية يوم الاثنين، وكيف بده يكون الإفراج عنه. قال الضابط حيفرجوا عليه يوم الأحد أو بعد العيد أو يوم الاثنين، ما هذا حالة استثنائية. وكنا متأملين في الله أنه يخرج يوم الأحد، ولكن الحمد لله رب العالمين الله من عليه بالفرج يوم الأحد. وكنا نستقبله في المعبر، وكانت فرحة يعني فرحة لا توصف. وحينما تنزل الدمع أقول أن الفرحة مع الألم تنزل الدمع، الفرحة مع الألم. كنا ندرسها في المدرسة، الفرحة مع الألم اللي كنا نشعر فيه. وفي هاي اللحظة بالذات صعب الإنسان يضبط دموع الفرح. أيوة. أو يمكن حابب يجربها بعد ما جرب دموع الألم. والله صحيح؟ إحنا دموع الألم في أول الاعتقالات، في أول ما اعتقلوه في 2006، كان يعني مش يوم ولا يومين، كان على مدار سنة كاملة الإنسان يعني ألم بكاء حسرة ومش وفقدين الرجوع إلى فقدينه بالرجوع إلى البيت يعني. طيب انتهت هذه الآلام والحسرة، وهناك موقف سمعت عنه وأريد أن أسمعه من عبد الكريم لو تكرمت. شكرا لك عبد الكريم. بالأمس من أصغر المواقف اللي ربما هي مضحكة وغريبة ومحزنة في آن معا، أنك مشيت على الرمل لتحس فيه لأول مرة من 10 أعوام، صح؟ احكي لنا عن صحيح. هذا الموقف. هناك في السجن لا يوجد رمل، كله بلاط، كله ما أول ما جيت قلت لهم بعد ما راحوا الناس قلت لهم بدي أحط رجلي في الرمل. إلى 10 سنوات صراحة الرمل ما لمسش رجلي ولا أنا لمست الرمل. فسبحان الله كان شعور لا يوصف. شباب حطوا رمل على رجلي صراحة يعني شعور صراحة كان نفسي صراحة أظن في الرمل، لأنه منها وإليها منها وإليها. وأخيرا الحمد لله تم الإفراج عنك. الآن أريد أن أسألك عن آخر ما تبقى لك من السجون، أصدقائك وزملائك ربما قبل أن تخرج حملوك رسالة وأرادوا منك أن توصلها للعالم.
صحيح الأسرى حملوني رسالة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فكوا العاني، ويقول سيدنا عمر لو نفذت خزينة بيت مال المؤمنين على تحرير رجل واحد لفعلت. فرسالة الأسرى يجب تحديد استراتيجية واضحة لتحرير الأسرى، استراتيجية ذات إطار زمني محدد لتحريرهم. الأسرى يئسوا من الشجب والاستنكار ووقفات التضامن، يريدون عملا جادا لتحرير الأسرى. يجب أن يكون ملف الأسرى حاضرا في جميع المحافل الدولية. عبد الكريم، دعني أسألك سؤالا واضحا أتمنى أن تجيبني عليه بصراحة، ما رأي الأسرى في الحراك الرسمي والشعبي تجاه قضيتهم؟ صراحة لا يرضي، هناك حراك مخجل لقضية الأسرى، لا أحد، يعني هناك فقط وقفات تضامن هنا، عشرات هناك. أما عندما نسمع في انطلاقة حركة معينة أو فصيل معين سواء فتح، حماس، الجهاد، نرى الآلاف، بل الآلاف المؤلفة. أما قضية الأسرى فنرى هذا الموقف، هذا الموقف كيف يمر على الأسرى؟ يعني حشد كبير لأي مناسبة أخرى وإهمال ربما أو تقصير. صراحة إهمال وتقصير. كيف يمر عليهم لما يشوفوا هيك؟ الأسرى عتبانين كثير على الشعب الفلسطيني وعلى القيادة الفلسطينية وعلى الفصائل الفلسطينية، بأن يلمسون هناك تقصير صراحة في جميع المحطات، الفعاليات، في كل الجوانب هناك تقصير في قضية الأسرى. فيجب أن تكون قضية الأسرى، أن يجب على الكل الفلسطيني تحمل مسؤولياته تجاه قضية الأسرى. طيب عبد الكريم، أخيرا وبعد أن من الله عليك بالإفراج، خطتك الآن لإعادة الاندماج في الحياة والمجتمع؟ الحمد لله رب العالمين، يعني إن شاء الله ربنا بيكرمنا بعد 29 عاما حسب رأي الوالد والوالدة أنهم بدهم يزوجوني، ثم هو رأيهم بس يعني صح؟ هو رأي إن شاء الله تعالى. وبعدها إن شاء الله حابة أكمل دراسة، خلصت بكالوريوس تاريخ، إن شاء الله بدي أخذ الماجستير إن شاء الله. حتى الآن ما قررتش شو الماجستير، هل علوم سياسية أم تاريخ، يعني بين خيارين حتى الآن. وإن شاء الله ربنا يكرمنا بعد الماجستير نلتحق بالدكتوراه، وإن شاء الله إن شاء الله يا ربي. طيب ارتدائك للزي العسكري في اليوم الأول للحرية، ما هي الرسالة؟ رسالة للمحتل الغاصب، أنك تم اعتقالي بأني بين قوسين مخرب، أقول له ليست مخربا، أنا مجاهد مدافع عن أرضي. أنت جئت من روسيا ومن أشتات العالم لكي تسكن أرضي، اغتصبت أرضي، فسوف يأتي يوما تخرج منها إلى روسيا وإلى بلدك الذي جئت منه. إن شاء الله، أشكرك جزيلا وحمد لله على سلامتك. دعني فقط أختم بسؤالين سريعين للوالد والوالدة. حاج أبو حيدر، أخيرا وقد ارتسمت هذه الابتسامة الواسعة على محياك، أريد منك كلمة لأهالي الأسرى الذين اعتدت أن تتضامن وأن تكون معهم في كل اثنين. بسم الله الرحمن الرحيم، إنني أناشد جميع أهالي الأسرى وأشد على يديهم وأقول لهم يجب أن تتفاعلوا كل يوم اثنين، بل مش كل يوم اثنين في مقر الصليب الأحمر، يجب أن يكون تفاعل مع أهالي الأسرى والتضامن، ليس فقط من أهالي الأسرى ولكن من جميع الشعب الفلسطيني، حتى يشعر الأسير أن هناك يعني شعبا يريد أن يتضامن معه ويرفع معنوياته من داخل السجن. ستستمر أنت في التواجد في التضامن؟ نعم، حتى بعد أن خرج ابنك؟ نعم، سوف أستمر في التضامن وعلى الاتصال بكل الهيئات وكل الإذاعات، وأنا جاهز لجميع اللقاءات مع كل الفعاليات. كنا نتضامن أمام مندوب الأمم المتحدة في غزة، كنا نتضامن أمام الصليب، نتضامن أمام وستبقى الجند المجهول، كنا نتضامن أمام بيت حنون، طيب، مع بريرز، جميع الفعاليات كنت أشارك فيها. أشكرك جزيلا أبو حيدر، وأخيرا أختم مع الحاجة أم حيدر ووالدة الأسير عبد الكريم، الآن وقد تحرر ابنك، ما هي خطتك؟
عاد إليك ابنك الأخي، ابنك الوحيد المفقود والجميع الآن موجود. الحمد لله رب العالمين، والله الخطة الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله الله يوفقه في دراسته وفي حياته، وإن شاء الله يعني إحنا على الضرب سيرين، وإن شاء الله نتأمل من الشعب الفلسطيني كله الوحدة والاتحاد والقوة، يكونوا إيد واحدة لأنه تفرقوا وتضعفوا. فإن شاء الله ربنا هيك نتوحد، والمقاومة جميع الفصائل، ونتحطوا إيديهم في إيدين بعض لتحرير الأسرة وتحرير الوطن وتحرير الأقصى. والحمد لله رب العالمين، يعني ما فيش، لازم احنا ماشيين على الضرب، وان شاء الله ان شاء واصلين، والحق راح يرجع لاصحابه، ما بضيع حق ورا مطالب. فعلا اشكرك جزيلا، اشكرك جزيلا، واطلب من امهات الاسرى كمان الصبر والثبات كده، والدعاء لاولادهم، لانه الدعاء هو ان شاء الله الحمد لله رب العالمين هو يعني اللي مفتاح الفرج، قد ما يدعوا الحمد لله ربنا ما بخيب لهم دعاء. والفرحة يعني الكاملة ما اكتملتش بسبب وجود الشباب كلهم اللي ضلوا هناك في السجون، إن شاء الله تكتمل بخروجهم جميعا من السجون. الحمد لله بقينا يعني متأملين من الله عز وجل أنهم ييجوا ويشاركونا في فرحتنا في دول الخارج. لكن بالنسبة للحصار وتسكير المعابر ما حدش قادر عليهم يعني، الحمد لله. على كل حال آمل أن نتمكن يوما ما من الالتقاء بجميع أهالي الأسرى في قطاع غزة، وقد تحرروا وخرجوا من السجون الإسرائيلية التي يلاقون فيها كل هذا العذاب والألم الذي قال لنا عنه الأسير المحرر عبد الكريم أبو معمر، الذي وصف السجون بأنها مقابر للأحياء وحياة من القهر والوجع عاشها لمدة 10 أعوام متواصلة، وانتهت أخيرا بالإفراج. وهذا ما نتأمل أن يكون مصير جميع الأسرى الفلسطينيين، الذين يقول بأنهم يعتبون على القيادة الفلسطينية ويطالبون بأن تكون قضية الأسرى على رأس أولوياتهم في المرحلة المقبلة. أشكركم جزيلا.